شهدت محافظة بني سويف تسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. وخلال الاحتفالية تم تسليم تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيد بإجمالي 6 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد، منها 15 ألف منحة كقرض لا يسترد، وذلك بجانب توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية وثلاثة أطنان لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. بنقدم مشروعات مجانا 100% للحالات القادرة على العمل. النهاردة من خلال هذا البروتوكول اللي قيمته 45 مليون جنيه بنقدم 200 مشروع النهاردة، وبنقدم مواد غذائية 3000 كرتونة مواد غذائية و3000 كيلو لحوم لأهالينا محافظة بني سويف بمناسبة قدوم وقرب قدوم عيد الأضحى المبارك. مش أول مرة إن احنا نكون موجودين معاكم في بني سويف، وللمرة الثالثة أو الرابعة تقريبا على التوالي بنجدد اللقاء هنا مع أهالينا في بني سويف تحت طبعا قيادة المحافظة وتحت رعاية وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي. طبعا ده لدعم وتمكين الفئات الأكثر احتياجا جوه المحافظة، وطبعا بيسعدنا وبيشرفنا إن احنا نكون موجودين معاكم هنا موجودين في محافظة بني سويف للمرة الثالثة. استلمت مشروع النهاردة وبشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على الدعم الكبير اللي بيقدمه لينا، وإنه فرحنا قبل العيد، وإن شاء الله مشروع يكبر، وألف شكر جدا يا سيادة الرئيس. أنا قدمت على مشروع تنموي فالحمد لله خدته النهاردة، وبشكر سيادة الرئيس والتحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة